السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حديت هنا لقيت الماء، لقى الماء في هذا المقفال هذا، وبرك انا اسمع في هذا الصوت هذا اللي راك تسمع فيه هذا. ما فهمتش يعني على كل حال هذا الشيء هذا من واه. نسمع صوت قربيع هكا في الموتور والله ما نعرف يعني على كل حال ما فهمتش يعني مختار يعني اذا كان عندك معلومه وتقدر تفهمني ربي يبارك فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني يسأل على الرغوة أو الماء اللي يلغاها في البوشون، وعلى الصوت اللي يسمع فيه وقت يفتح القطاع متاع صنبان الزيت. بالنسبة للرغوة أو الماء الموجود في القطاع هذا عادي، لأن الدنيا بردت ويعمل رغوة، يعمل رغوة في شوية قطرات ماء، ويعمل حتى رغوة في المقياس الزيت يعني في الجوج رغوة وشوية قطرات ماء، هذا عادي لو خاطر الدنيا بردت. ومن الندوة نقولوا احنا من دا يعني الموجود يعني الرطوبة تعمل الشيء هذا. وبالنسبة للصوت اللي تسمع فيه هذا كصوت راهو دوران الزيت، لأن يعني الربرة كام يعوم في الزيت، وقت يدور الزيت هو كما واحد شد سطل نتاع ماء ويحرك فيه دفاص السطل يشربق يعمل لك الصوت هذاك. هو كاك الزيت في الربرة كام المكان هذاك معبي بالزيت، والاربعه كام يدور في وسطه، والاربعه كام طبعا فيه كامات، فيه 8 كامات. هاك الكامات هذوك يبدو يطيشوا في الزيت على السوبابات وعلى البوسوارات على البوسوارات وعلى الكيلبيتر باش يزيتوه. عادي ما تخافش منه، ما فيها شيء، سيارتك لابس عليها تهنى وان شاء الله ربي يستر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.